السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. مبدئيا تقدر تحمي نفسك من الشيرت ومن الفيديوهات اللي بتطلع عليه ان انت تقفل النوتيفيكيشن بتاعه. يعني زي ما انتم شايفين كده انا لسه فاتح اهو، يا هادي ادي اعلانات، خلصنا الاعلانات، اعلانات تاني كلوز، هنخش بعد كده بقى برضو اعلانات كتير زي ما انتم شايفين، فيديوهات منها اللي ممكن يكون كويس ومنها ممكن ما يكونش كويس حسب انت وحظك بقى انت وبختك، فهتضطر تلغي النوتيفيكيشن. وهنشوف ازاي دلوقتي نلغي الموضوع دوت. هندوس على الثلاث نقاط اللي فوق على اليسار، وهندوس على السيتنج، وهتيجي هنا على النوتيفيكيشن سيتنج وهتلغيها. هي لو كانت انيبل تعملها ديسيبل، يبقى احنا كده لغينا النوتيفيكيشن من قلب البرنامج نفسه. تعالوا بقى نلغي النوتيفيكيشن من قلب السيستم. هنيجي هنا وندوس سيتنج، وهنكتب نوتيفيكيشن او اشعار، وهنيجي على الابس اند نوتيفيكيشنز، وادي السبع برامج اللي عندي انا. مثلا عندي سبع برامج، في ناس تانية ممكن يكون عندها اكتر، ما علينا. فهتيجي على الشيرت، اللوجو بتاعه فين او الايكون بتاعه فين اهو، وانا كده وانا اوريدي اصلا كنت قافله، فهقفله واتاكد ان هو هنا مقفول. ممكن تقفله في البرنامج ترجع تلاقيه لسه مفتوح هنا اهو، برضو تقفله، يبقى انت كده خلاص قفلت النوتيفيكيشنز اللي ممكن تجيلك منه، وبكده منعت نفسك ولو او ابنك ولو من الاعلانات اللي ممكن تجيلك على الشاشه، فتخرجك عن اللي انت فيه وتخليك تنساق ورا الفيديوهات. شكرا، يا رب يكون الفيديو مفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.